دقيقة دقيقة، لا تقعد ترحبه وانت امس تقول مسحور وتقعد طقطق. انا منصور، سلام عليكم، اخبارك منصور؟ ايش هالكلام؟ ايش هالكلام؟ من قال وش هالكلام هذا؟ وش تقول؟ في وحدة تدخل علي في الخاص تقول لي منصور مسحور. وش قاعد تقولين؟ من فيصل؟ انا اي وز جاني العلم وجاني الكلام. حمار انت، حمار داخلين على شر، داخلين على شر. لا ما ندخل على شر، هذه كلمة الحق هذه. بالله بالله جاي داشين من تاور. ايوه اقول، ايوه اقول، ايوه بتكلم واقول، ولا حد يسد فمي. داخل عليه واحدة حاطتني 20 سطر، الولد نحف، الولد مسحور، الولد مدري ايش، الولد مدري ايش جاء. مطلعين لك صورة قسم بالله الإضاءة خايسة، ووجهك يسد المرض، ومصور ما ادري مين مصورك، اتوقع مصورك بهواوي. او هذه الصورة يحسبون فيك بلا. اي الصورة شفتها كذا، كان حيف، كان حيف. ايوه انا قسم بالله العلي العظيم ما ادري ايش اقول. لا ما له شغل النحف، النحف يا ربع. انا جامعي تدرون وش؟ عرفتوا الجرثومة؟ ايه وش من يعرف الجرثومة؟ الجرثومة اللي في البطن. ايوه الجرثومة هذه في كل انسان. حلو. ايه هذه يا طويل العمر لا تخليك تاكل، وانكليت رجعت، فهمت؟ هذه الجرثومة معروفة. اي بس تدري وش تصفق عليها هذه؟ ومغص. خذيت حبة من الحواج، ما ادري ايش اسمها يا اخي، بس انه قسم بالله من بعدها ارتحت. بحبه واحده اكلها مره واحده بس، ها مره واحده. زرقاء. وش اعراض، وش اعراض الجرثومه هذه؟ ايش اعراضها؟ الجرثومه موجوده مع وش تحس؟ انا متى اعرف ان عندي جرثومه؟ كيف اعرف؟ بطنك يا اخي تستهبل. بطنك انت الحين بطنك مرات ما يوجعك؟ استفرغ؟ لا، اذا استفرغت اكثر من مره، وإذا ما صار عندك قابلية للأكل، وإذا كليت وقاعد تنحف، هذه الجرثومة. وأنت استفرغت؟ جاء قفيان؟ وتستفرغ بعد يا منصور ترى. إي أنا كنت أتعشى وعلى طول أرد. ألف مبروك السنة الجديدة دخولكم معي. ألف مبروك. الله يسعدكم يا عيال، والله العظيم وجودكم معي السنة الجديدة هذه يعتبر لك. ينحف ويرجع. منصور ايش باقي؟ خلاص. لا تشمت، لا تشمت ثم يا بلاك الله. لا ها مالك جايه الرياض؟ لا تفكر، انا جاي بكره. اي عشان زواج بندر. واصل يا رجل الكويت زواج. انا استغربت انك اصلا رايح الكويت، قلت هذا مو بحاضر الزواج. الا بحاضر ان شاء الله. والله والله يبرك الساعات. متى بتوصل الرياض؟ زواج مين؟ توصل العصر. مو بشغلك. اسلم ناصر. والله لقط وجهي وما جي له وقت العشاء. ان شاء الله نروح سوا يا منصور ان شاء الله. تم مرحبا بك. زواج مين عيال؟ بندر بن مو بشغلك. هي لا تعلمه. هذه جزاته انا مشغلك اليوم اللي صار ليله الجمعه. ولا عزه؟ اوكي مو مشكله. بندر ما يغني اللي صار ليله الجمعه دي ما يغنيها. والله مو. مو هذي. الا هو. انا منصور والله. ما تبهي المنبوحة رايح لليابان. ايش تبي من اليابان؟ انا رحت اليابان. براء بتروح؟ انا وش عرفه؟ تقول لي علمه. ايه ابوك علومك تجيني. هذا هو مريض في جرثومة يدري. مع مين بيروح؟ ماني مريض والله، يقطع ذا الراس لا بدل ذا الحين. خلاص خلصت الحمد لله، الله مالك الحمد. حبه واحده. شوف القطه الجايه بقول لك معها. تبون تخون العلا؟ ايش رايكم؟ انا بروح العلا اصلا. خسنت والله ما اشيلك. يلا انت بر مكانك يا ابو جرثومة. انا رايح العلا اصلا. انا بروح العلا 27 ان شاء الله باذن الله. انت رايحين عيال؟ استغفر بالله اني بروح. انا 27 ان شاء الله. 27 وش؟ يناير. اوه انا اليوم ماشي دبي. اي خلاص ما عاد اقول شيء. انا اليوم ماشي دبي، بجلس 3 ايام بعدين برجع الرياض، بعدين بروح العلا. انا صراحه ابي يعني لا كاس اسيا. صح نسيت كاس اسيا. ان شاء الله باذن الله. الله يا الله يا ربي يا كريم، ان شاء الله اني احضره. وين؟ في قطر. متى؟ تاريخ كم؟ بعد ما بقى له شيء. متى؟ كم يا نيف؟ اسبوعين؟ يوم الجمعه يبدا، الجمعه هذا بكره. والله عتدي اليوم عندي تذكره ريال مدريد وبرشلونه عند في الرياض. انا بعد جاتك من علي صح؟ لا يا حبيبي جاتني. جبها انت مالك بالكوره. جبها بس اني ما حضرت. جاتني من سامي الحريري. جيبه اقسم بالله انها محذوفه وما حد خذها. لو انك مكلمني جيبه انا مدريدي. جيبه اقول لك شيء. من متى مدريدي انت؟ اقول لك شيء بعد.
وفي مدرجات الريال مدريد. شايف يا منصور هذا يعتبرها عربون صداقة. ها هاي ما عرفت الحين تسبني ولا ايش؟ حدد. لا ما يسبك يعني قصده بو سيدي وعطك اياها. خسيت يا ذا الوجه المت. لحظة جاني اتصال. انا قلت شيء؟ اسمع يا شباب بقول لكم شيء، خلنا نتفق اتفاق تمام؟ دام الله جمعنا على خير وتأهلت مع السنة الجديدة رغم كان يعني كنتم ما كنتم تتأهلون، اكون معكم صادق يعني، بس ان تدخلت الجهات المنظمة فألف مبروك تأهلت مع السنة الجديدة. فبعطيك التفاصيل من الحين. حركات صف بوس 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 ما نبيها. حركات واحد يستشول الشعر ساعتين في الأخير يطلع لي مكهرب مع النبيها. حركات نسافر وتصحون متأخرين وأنا عند باب الفندق عندكم طاق 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 ما نبيها، يرحم لوالديكم. الشيء الثاني يا إخوان، تضامنا مع صاحب المعمول له إن شاء الله قهوة من ون هاندريد لمدة سنة حاملة تكاليف مع كيكة زعفران. كفو كفو والله يستاهل صاحب المعمول، يستاهل كفو يستاهل. صاحب المعمول حط تغريدة ون هاندريد سنة كاملة قهوة ببلاش. إيه؟ مع الناس يلا ابو كمام. ايوه اسمح لي والله. هاي القحروط الولد مسكين جاله رزقه، وانا وش دخلني اروح اي خشرني الرجال في رزقي. رزق ما شاء الله عليه ما في شيء ما اخذه رزقي. وش يبي اخذ؟ كل شيء اخذه ما شاء الله تبارك الرحمن. شو ياخذني؟ واو يا الحسد. واو يا ويلي اترك الولد بحال. انت نفس هذاك اللي يقول والله خطه محبوكه، هذا اكيد خطه محبوك. واحد مو بسعودي، بنغالي. بنغالي مو بسعودي، هذا بنغالي. بنغالي اكيد. واضح واضح هذا من جزر القمر. هذا هذا موظف مع افراد حطب. منو منو واحد منو؟ ها لا بس بس منو احد بيحطه بالكومنتات عندك بيحطه، ما راح اقول اسمه. بس ان بعض الناس ترى مريض وهذا مرض منه. مو صحيح والله، مو صحيح والله يا اخي. دائما الحسود ترى مريض مريض. لا هذا اذا شفته الله يشفيك الله يشفيك. اتنشن يا اخي يبون، هذا يبي الاتنشن فهمت؟ اتنشن والله. شوف انا دائما اعترض واعارض الاتنشن اللي يجي عكسي على الرجال ولعنتين يعني. والله ما اشتهر انت مشتهر اصلا خلاص، انت مشتهر اصلا صح. مثل اللي تسوي كذا يعني، مثل البنت اللي تدخن هذه والله العظيم شلون يفكرون. دقيقه تراني انا ما اتكلم عن الشخص هذا، انا اتكلم بشكل عام ترى والله العظيم. اي اتنشن زي جاي كذا تحس انه بيضرك والله ما اسويه. والله كل في ناس ترى، في ناس يكون زياده التفاعل لما زياده التفاعل وش سب وشتم بالله. منصور منصور خل غير الموضوع يا رجال بالله. منصور قلبه امانه وبكل صراحه امانه معك. بعيد انا ولا قريب امانه بكل صراحه. منصور قيم سفره نيف الروسيا. ها قيم سفره نيف الروسيا. ما شفتها والله. والله اكيد ما راح اشوفها. طالع لي من خيمه الخيمه مع بدر بعير ومدري مين والشباب وبطه مصور لي الصقور ومدري. والله اني ما شفتها والله العظيم. والله باتك. سلام عليكم يا اهل النعليه يا رجال، اهل النعليه والمصلح لاهله تمام. وما جيناكم والله. يمين يسار يمين يسار يمين يسار. اثبت يا مسلم اثبت اثبت. ما سويت يمين يسار بيف. معاكم اخوكم الصغير. اخوكم الصغير. طيب مثلا واحده جايبه عيالها مسكينه. اقول اخوكم الكبير. المشكله منصور تدري وين المشكله؟ النيف حافظ الكلام واضح انه جاي من المقطع. انا بروح قطر الحين في مسرح حبيبي. هذا عراقي. بروح قطر الحين كاساسي معرفه اخاف اجيب العيد. يا ربع يا ربع صوتي بعيد. لا زين زين والله يا مصر اكيد والله زين 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 ما شاء الله. وش في دقيقه وش في امس المهرجان لو سمحت؟ ما شاء الله والله من نجاح النجاح والله من نجاح النجاح منصور تستاهل والله. شكرا ترى والله العظيم يوم انك رحت روسيا مو بسالفه اني انا ما اتابع لاني انا ما ابي اتابع. انا حاذف تليفوني والله في بار ما في رسالة تدري. هدي الاجواء يا غبي. مسافر قبل اسبوعين وين قبل لا تقطع انت عدلت. يلا عاد رجعها معي خلاص. مشكلة ما في زاوية ما صورتها هناك. شنو ما شاف شنو؟ أنا بعرف شلون صور مع بنات. شفتها اللي في التيك توك؟ شفتها لا سناب وحركات وهيصة فعلي سنابك الله يعطيك العافية. تعرف البنات الروسيات اللي يجون في الشارع اللي يجمعون تصور عندهم؟ أنا حوالي هذه الفترة الوحيدة اللي بحياتي أصور فيها سنابات هقت. لا أول مرة بحياتي. لا يا أخي كلمة الحق الله يوفقك بالعكس. والله للأمانة كلمة الحق تنقال الصدق يعني. من السفرات الجميلة إني في يوم رايح روسيا حبيبي. أنا قايل له والله ما حد مسن عن لنا
منصور بيلعب الحالة. سنع نفسك، سنع نفسك ورجع السوشيال ميديا. ايش رايكم العب ضدكم؟ لا واحد واحد، كل واحد الحالة. كل واحد يحكم، لا كل واحد يحكم، كل واحد الحالة، كل واحد الحالة. والله هذا والله جديد. ايه ترى فيه بس شلون يا اخي؟ جولة واحدة اللي يفوز يحكم على الكل. تمام. اللي يفوز يحكم على الكل؟ يحكم على الكل، تكون احكام مشتركة. يعني ثلاثة. ايه. بس بقول له احكام تعذيب ما نبي. يا الله سام تعذيب مثل شنو؟ ثلاثة مدري والله ما لي خلق زي شارب شطان اول ومدري ايش الحكم. يعد ما يضر اشوف مدري بكيفكم. جابوا رابع ابن ابوي. تدري انهم مانعيني من الشطة عشان الجرثومة. شو اسمه الجرثومة؟ اي اي هاي حرام اشرب هذا الحين شطة كاملة. علمه شنو الجرثومة ايش تسوي. انا مفضل اشربك شطة جركة الشطة دي. خلي الجرثومة دلعني يا برنس في البطن. يلا بلش. يبلش ايش فيك؟ الله شد يا ربع. انا بدي خشم مدق. اما الحال بدي خشم. لا لا كل واحد ضد الثاني. اوكي يا عيال يا عيال تكبيس يا عيال تكبيس يا عيال تكبيس. الله تكبيس يا جماعه تكبيس. طل يا تكبيس طل يا تكبيس يا كبس يا عيال. ميوت 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 على صدام اثنينكم. ها معقول ابيع الورد شاني بنت وسل يا عيال يا عيال. لا تروح لا تروح الجوله يا عيال. تكبيس 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 يا تكبيس 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 الله. دبر علي زكت حمام علي زكت حمام علي زكت حمام علي زكت حمام دوم توصلت مواعيد تباصرت دبل 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 يا دبل تربل مو دبل تربل تربل يا عيال يا عيال تربل يا عيال يا عيال تربل يا عيال تربل تربل يا رجال تربل. لا تروح لا تروح تربل يا عيال. جولة كل واحد لحاله يحكم على الكل. تربل تربل يا عيال يا رب. السلام عليكم. القم 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 انت وياه. نيف قاعد يحاول يحذف كروته يحذف كروته لف الكاب يمين يسار لف الكاب قاعد الخشم كبر قال تي 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 اخر شيء المركز الثالث بكل جدارة راح احكم عليك انت. عادي حبيبي عادي جحفلت منصور. جحفلت ما جحفلت طيب منصور جحفلت جحفلت ناصر. واذا حبيبي مجحفل اخر ثانيه اذا جحفل اذا الموضوع في جحفل من بدري يعني معليش اذا الموضوع في جحفل اتقناه الناس قبل متقدم من التربل والله ثلاث دقائق طيب طيب اذا الموضوع جحفل واذا فيها جحفل عندنا ثلاثه نلعب ثلاثه احنا ضد بعض. طيب انت قاعد تجحفل جحفلت الكل بس يا ربع لا تلعبون علي. نيف تتفق معي ولا لا؟ انا اتفق معك خلاص جولة خلاص انا كمحكم منصور بلا لبا قلبه. والله العظيم كم الريشة. ايش بك؟ ايش بك حبيبي ايش بك؟ ليش ايش بك؟ قعدت في جدة يومين خلاص. انا بعرف ايش اثنين لما يحبوا بعض يقول بابا فينك ماما. ايوه منصور يا غبي شف 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 للامانه يعني سكورنا متقارب. ويش؟ صح سكورنا متقارب. والله الظلم انك تعطيني حكم ونيف تعطي حكم. صح نحكمه. لا بحكم لا والله الحكم مسويات تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي تا رحتي مثل ما رحتي هاي جولتين اجل جولتين اجل من النقاش. اما انك تجحفل يا منصور لا والله
لا جولتين جولتين امزح معك منصور اصلا جولتين اصلا يا لا انتي لا انتي الله يعطيكم الف عافيه جولتين جولتين بجيهم من ورا مصفط النظاره ما عليكم ار محمد خلود الله ليه المشكله حكم الفازليف منصور جولتين والله ليه تحفلت على اخر ثانيه والله يعني جوله بينك حاجة ما حدش يستقبلها أصدقائي جولتين يلا جلت اشتابي رحيمي يلا خلاص اشتابي البستز يلا ها نروح العلا كنزل العلا كنزل العلا كنزل حاجة ما حدش يا حبيبي خلاص يا ماي بيست فريند يلا العب جولتين بيست بيست فريند بس يا اخي جولتين منصور جولتين يوم جاء وقت الاحكام الحين صرت بيست فريند يلا يلا عاد الحكم الاول ما اعرفش دي تحكمنا وش ذا نيف اللي وراك يا ناصر دقيقه وش ذا اللي وراك نيف مخده لا لا دي ما بين حبايب شو مربع ما يصلح ها ايش رايك انا ايش تبي جولتين جولتين والله جولتين لانك والله شوف انت حفلت على اخر ثانيه والله والله يا ابو علي انت يعني عشان يعني والله جحفلت اللي يلعب عليك حبيبي حسستني انك غايب شهور الحين يا الربع الحين هذا اول مره اشوف ذي التحدي اللي فردي حبيبي هذا من سنه جدي موجود وين والله توني ادري باقي حبيبي والله من زمان موجود انزين ما يصير شفت ها العالم كلهم يقولون ما يصير ثلاثي جولتين أثرت جولتي لأنك مجحفل حبيبي قلنا بدون جحفل ها؟ بعدين خسران شيء إيه؟ مجحفل يا أخي طيب حتى لو أني مجحفل فايز يا أخي يصير أنت قايلين جولة لا أنا جولتي أنا مجحفل ليش مجحفل ناصر منصور والله مجحفل آخر ثانية يعني أبو فيصل أنت مجحفل آخر ثانية والله بديت خشمك والله حكم واحد فداك اللاش قلام واحد جولة واحدة يا اخي اثنين يقولون جولتين وانت تقول جوله صح خلاص انا المركز الاول بالجحف مو ترى مو سياهد المركز الاول العب اي انا اللي فايز يعني منصور وره وجه نيف وره وجهك الثاني ودي دنيا مشكلتنا انا هاجي على نفسي لا يعني ما بي ترند والله ما عاد بي ترند والله خلاص والله خلاص ما عاد بي ترند والله يلعن شكلهم غدروا فيني كل واحد راح بجهه يلعن من الغدره كل واحد طلع من الكاميرا يا ولد اسمع جولتين جولتين يلا جولتين قلنا جولتين انك مجحفل لعب جحفل يا بابا خلاص العب يا قلبي بنلعب جوله بس لا جحفل لا جحفل لا جحفل والله انت قوم تنفذ يعني حطها مره ثانيه انا ابي نيف زين يا اخي الربع انا ابي نيف ينفذ الحين ينفذ نيف وناصر صح؟ اي اذا بتلعب اذا ما انت تلعب جوله ثانيه بينفذ معي ناصر يا اخوي يلعب جولة ثانية منصور فيك يا ناصر العب جولة ثانية يا اخي والله حرام يا اخي مجحف طيب وكان الحين اللي فاز نيف اذا فاز ما ورانا شيء انا نيف مو فايز رجاك لشطتها اول ما فتحت بث لينكت بس روشت همس محبوظ. واليوم فزت عليه ما عندي خلاص معك. خلاص الفوز بيني وبينك اصلا الجولة بينك وبيني العب جولة ما يصير العالم كلهم قاعد يكتبوا لي ما يصير ترى يا ناصر ما حد يكتب له واحد تقول ندخل رابع دخلنا رابع عادي طيب خليني اشوف رابع بس خليني اشوف دقيقه لا سرقها مني حقتي سرقها مني المغني سواها باسمه ناصر سبيع ما حد يسوي والله العظيم ما في احد يشغلها الا انا والله العظيم ما سرقتها منه اقسم بالله العظيم ما سرقتها منه يا رجال والله انك سارق يا مني. ناصر يوتيوبر ناصر يوتيوب ميوزك هدي دي جي خالد وش سرق الحين انت ليش ما تدخل لا 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 خلاص لحظه انت انطم من انت انطم ليه واعرف مكانك واعرف مع منو تتحشى تتحشى ايوه الزم حدودك الحكم الاول يد ما تقدر تقواها لا تصبح والله مو جولتي الحكم الاول الزم حدودك املا ساحان املا ايش مش يقول لي اي شيء تبي ما يصير
زين انا ما قلت شغل ولا قلت طف ولا قلت شيء ولا قلت سوي شيء. طيب ايش تبي انت الحين؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ نيف ما نيف تمديد جولتين تبي ولا لا؟ تبي ولا خلاص؟ لا ما لا لا تبي لا تبي لا تبي لا تبي لا تبي لا العظيم والله العظيم تلعب جورتين ولا كيف؟ ولا عشان برستيج ما يسمح؟ انا في نجر ثوم وغابت شخصيتي تغيرت مع السنه الجديده. تبيني اسمع اسمع عنيف تبيني خليني باخذ حصانه. انا باخذ حصانه يا رب. انت طاب ما لا 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 ما انت طاب حصانه ما تطاب. لا 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 باخذ حصانه. لا نجح فلت. اه مصور يلا جورتين يلا خلاص ما عاد يجي براسي. ناصر ما عاد يجي براسي. ناصر ما عاد يجي براسي. الله مصر يلا اقبل اقبل يلا الله اقبل الله اقبل يا طولها طولها يا ربع انتوا اكثر اثنين نلعب وياهم يطولونها تدري يا اخي والله العظيم والله مجحفل والله يشهد الله علي بس والله انك مجحفل على اخر ثانيه يشهد الله انك مجحفل والله انك مجحفل صالح ايش دخلك في السعوديه ليش تبي يا اخي مجحفل على اخر ثانيه والله كبس كبس يا انا بسكت والله ابكيت تبي تحكم منصور بتنفذ دقيقه لا انت تبغى توصلون لهالمرحله صح زين تبون تبون الفانزات ينهارون انت بتنفذون ولا باخذ حصانه والله لحظه انت تبون الفانزات ينهارون منصور لسه اخذ حصانه يا اخي انت مجحفل منصور كلمه الحقيقه جيب النوتيلا جيب النوتيلا جيب النوتيلا اليوم الدعوه على الفوز ناصر احنا نلعب سولو يا اخي طيب لو طيب لو نجيب رباعي بتلعب الثانيه تم بس مو بالحين لا عاد خلنا خلاص اجي خلها جوله لك نكملها بعدين اما انك حصانه لا اي والله يعني تكون فوزك واحد يا حبيبي ترى والله سكورات قريبه يا اخي العب جوله ثانيه فاضي خايف يا اخي خايف خايف الناصر خايف والله فرق 10000 نفس الحكايه ونفس الروتين بنلعب عقبه بتقعدون ساعه كامله ما تمنى فيك والله العظيم لو تفوز اقسم بالله ما بنجح فله والله لا نفتح والله اسمع قبل 10 ثواني اللي سكور شوف قبل ايوه اي صح قبل تكفونا شير تكبيس والله نقدر نجيبه والله العظيم نقدر نجيبه يلا يا نكون عيال ادعو بإذن الله والله إن شاء الله ما تفهم لحظة دبل دبل يا دبل يا عيال دبل يا عيال دبل يا عيال دبل يا عيال دبل يا ما عاد دبل ما عاد دبل ما عاد دبل 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 يا دبل ساكر الدبل ساكر الدبل يا عيال بقر بقر حلا بقر يا عيال حلا بقر حلا بقر حلا بقر يا عيال بقر حلا بقر حلا بقر ما باب ما نوقف لا يعلق تبغى 80 بقرة يا عيال ما نوقف اوه صعبة شكلها نقدر يلا 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 يا عيال جربوا نزلوا شيء 100 نقطة معلق لازم نعيد حبيبي ترى اللي منكم سنة معلق لازم نعيد والله معلق هلا هاي لازم اني اطلع بشكل ما هاي طالع لكم رقبه هنا هاي هبل طيح على راسي مثل الشب هاي والله انا لي منكم سنه قسم بالله اسمعك نيف اسمع منصور كان من يا اخي معلق الدبل ناصر صاير حبوب خلاص نكزل من زمان وانا حبوب يلا مره ثانيه من زمان من اللي يقول لكم اني ماني بحبوب ابن زايد نيف ليش؟ معلق الدبل طيب حتى لو معلق ما تلغيها اخو العيال قاعد عيد دقيقه ما اسمع صوت انا كيف امك انت ما اسمع صوت انا كيف انت امك الدين حبيبي حتى لو معلق طيب عادي ما حد منا قفل الدبل ليش تلغي بس معلق يا عيال مفعل بس قفلت الدبل انت انا مقفل الدبل والحين اضرب طيب والله ما تسكر عندي سكور اضربه عندك والله ما تسكر ايش رايك يا ناصر يلا خلاص عشان تاني بالضمير احلفوا ان تسكر الدبل عندكم احلفوا والله ما تسكر انا ما تسكر قسم بالله ان تسكر انا عندي ما تسكر يا ولد الناس 3-0 زين ايش دخلني
خلاص اوكي يلا نعيد نحسبها كم اخذت. قسم بالله ما تحسبها، المفروض انك انت قبل لا تلغي تبلغ. ساعتين وانا اسر. هاي 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 ساعتين. زين ناصر وش رايك في ذمتك؟ وش رايك؟ انا عايد الجوله الحين. يعني سكورك 26 منصور عادي، خلي 26 خلاص 26 على جنب. وانت سكورك ناصر كم؟ انا ما ادري كم، 3000 الظاهر. 3000 وانا كم؟ 200. خلي على جنب، جرب الحياه حلوه عندكم سهله. اي 26 منصور ايش وراك يا منصور؟ قول ايش وراك؟ بتنام؟ ما راح تنام، توك صاحي من النوم وقرفان من نفسك العب. لا مو بتوك.